هل مشروب الطاقة الكولا ريد بول يحوي الكوكايين؟ في أستراليا مشروب الطاقة بعد منع بيعه في المقاصف المدرسية هل تم حظر حمله في المدارس أيضا؟ الصحيفة العلمية إدمان واعتماد الكحول والمخدرات المحترمة تصدر بيانا عن مشروب الطاقة يقول كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نناقش اليوم موضوعا حيويا ومهما انتشر مؤخرا في أسواقنا، ألا وهو موضوع مشروبات الطاقة. منذ أواخر التسعينيات نما وتضخم سوق مشروبات الطاقة، وبلغ حجم المبيعات في أوروبا لوحدها سنة 2003 2.3 بليون يورو، وعام 2007 ارتفعت المبيعات لمشروبات الطاقة في أوروبا 3.8 بليون يورو. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ حجم مبيعات مشروبات الطاقة 4.8 بليون يو اس دولار. وإحصائيا 31% من مراهقي أمريكا يشربون مشروبات الطاقة. أما في منطقتنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقع الدول العربية، نحن حسب الدراسات أكثر الأسواق ديناميكية بالنمو في بيع مشروب الطاقة. يقول عمر البنا المدير التسويقي لباور هاوس، وهو أحد أهم مشروبات الطاقة، أن الشرق الأوسط تعتبر فيها مصر أهم سوق، بل أقوى سوق لمشروبات الطاقة في فنادق الخمس نجوم، رغم أن السعودية قوية ولكن مصر أقوى لأنها تمتلك سلسلة أكبر من مشروبات الطاقة والأسواق. وحسب جريدة اليمن تايمز، اليمنيون يستعملون مشروب الطاقة كمقوي جنسي، رغم أن في نفس المقال يورد مدير مبيعات ريد بول اعترافا واضحا وصريحا أن مشروبات الطاقة لا علاقة لها بالجنس. هذا اعتراف صريح من مدير عام ريد بول. في العام 2006 تم طرح 500 نوع جديد من مشروبات الطاقة في الأسواق. لمن لا يعيش على الكرة الأرضية أو كان في رحلة طويلة مؤخرا للقمر، مشروب الطاقة يا عزيزي هو المشروب الذي يزودك بالأجنحة، أو بالأحرى يعطيك جوانح كما هو معروف. ومشروب الطاقة ما هو إلا كمية كبيرة من السكر وكمية كبيرة من الكافيين، وطعمه بالتحديد يشبه طعم دواء علاج السعال مع قليل من الصودا أحيانا. وطبعا السكر الكثير والكافيين الكثير هو أساس التركيبة، ويضاف له عدة مواد أخرى لإعطاء المنتج إيحاء بأنه مفيد وطبيعي. لمن لا يعرف الكافيين، هذا هو الكافيين، هذه هي مادة الكافيين. ولمن لا يعرف السكر، هذا هو السكر. إذن هذا هو مشروب الطاقة، هو كافيين وكثير من السكر، وهنالك تضاف أعشاب أخرى لإعطاء المنتج إيحاء بأنه مفيد وطبيعي، مثل أعشاب ونبتات وخلاصات مثل الحمض الأمين التأورين وخلاصة الجوارانا الغنية بالكافيين أيضا وخلاصة الجينسينج. ولكن يجب أن نتفق أن مشروب الطاقة هدفه أن يعطيك دفعة كبيرة من السكر ودفعة كبيرة من الكافيين. فمن أنواع تحوي 80 ملغرام كافيين في العبوة، إلى أنواع تحوي 400 ملغرام كافيين في العبوة الواحدة، إلى أنواع تحوي 27 جرام أي حوالي 6 ملاعق سكر، إلى أنواع أخرى تحوي 80 جرام سكر أي حوالي 16 ملعقة سكر في العبوة الواحدة. طبعا كالعادة هذه المشروبات هدفها فقط أن ترفع عندك نسبة الكافيين والسكر لوقت قصير، مما يعطيك نشاطا مؤقتا، ثم تنخفض الطاقة لديك بعدها انخفاضا كبيرا. مشروبات الطاقة هذه هدفها الرئيسي أن تدر أرباحا هائلة بالبلايين، قرابة 5 بليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية و4 بليون يورو في أوروبا كما أوردنا سابقا. نبدأ جولتنا بخصوص مشروبات الطاقة من ألمانيا. ألمانيا تمنع مشروب الطاقة مع الكولا بعد وجود مخدرات بداخله، وهذا الخبر أوردته البي بي سي وصحيفة الجارديان البريطانية أيضا. يورد الخبر أن الحكومة في 6 مقاطعات ألمانية طلبت من التجار وقف بيع مشروب الطاقة الشهير الكولا ريد بول بعد أن وجدوه يحوي على نسبة قليلة من الكوكايين. من الناحية العلمية، وأنا كصيدلي كيميائي ما أعرفه عن الكوكايين، أنه مهيج ومنشط للجهاز العصبي، وتأثيره من دقائق إلى ساعات. متعاطي الكوكايين يشعر بالنشاط الزائد وعدم الراحة وارتفاع ضغط الدم وتسارع دقات القلب. لاحظوا تسارع دقات القلب، نشاط ونشوة، إيفوريا. هذا مما يجعلني أتساءل، أليس ما يعدنا به مروجين مشروب الطاقة قريب لهذه الصفات؟
هل من المصادفة أن تجد الحكومة الألمانية الكوكايين في مشروب الطاقة المزعوم؟ هل هذه صدفة؟ لماذا الكوكايين بالتحديد؟ طبعا رد شركة الكولا ريد بول أن خلاصة الكولا كانت هي السبب في وجود القليل من الكوكايين في المشروب. الكوكايين هذا المنشط للجهاز العصبي، ومشروب الطاقة هذا المنشط للجهاز العصبي، إنها مصادفة أن يجتمعوا في علبة واحدة. في موقع صحيفة أمريكا اليوم نجد خبرا آخر عن سحب مشروب الطاقة الشهير من الرفوف في أسواق هونغ كونغ، بعد أن وجدت السلطات أيضا في هونغ كونغ أن آثارا للكوكايين المخدر موجودة في عبوات مشروب الكولا ريد بول. وفي خبر أوردته الإكزامير عن سحب الريد بول كولا من أسواق ألمانيا والصين لأنهم وجدوا آثارا للكوكايين. والنمسا أيضا تفحصه، وتايوان تحتجزه تحفظيا. بعد الفاصل، ماذا يقول العلم عن مشروب الطاقة؟ هل هو نافع؟ هل هو ضار؟ هل هو مفيد؟ هل هو لا ضار؟ هل هو لا مفيد؟ هل هو قاتل؟ السلام عليكم. لازلنا نناقش سرعة جديدة وهدية أخرى من هدايا الحضارة والتقدم، مشروب الطاقة. وكالعادة أهل مكة أدرى بشعابها. ماذا يقول الغرب وعلم الغرب عن بضاعته، عن مشروب الطاقة؟ في صحيفة التغذية الأكاديمية العلمية نجد بحثا علميا جرى داخل مراكز التغذية في جامعة شمال كارولاينا وغرب كارولاينا وفرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. هدف هذه الدراسة تحديد تأثير مشروب الطاقة على الطلاب في المعاهد والجامعات. خلصت الدراسة إلى أن ارتفاع الجرعة أدى إلى نوبات رعشة وانهيار. وفي خبر آخر يتعلق بالطلاب، نشرت وكالة الأنباء الأسترالية أن هنالك تحركا لمنع مشروبات الطاقة في المدارس في نهاية العام 2009. يقول الخبر وأرجو التركيز، منذ العام 2007 تم منع بيع مشروبات الطاقة في مقاصف المدارس. هذه حركة واضحة من الحكومة للحد من استهلاك مشروب الطاقة. إذن أنت لن تستطيع أن تشتري من مقصف المدرسة مشروب طاقة. الآن هم يريدون منع شرب مشروب الطاقة داخل حرم المدارس، مثلما يمنع الدخان. لا تستطيع أن تتجول بمشروب الطاقة داخل المدارس أو أن تحضر مشروب طاقة من خارج المدرسة. وفي خبر آخر، وهذه المرة من بريطانيا، أوردت البي بي سي خبرا يتحدث عن شخص يدعى بوبتيت. بوبتيت هذا مرشد يرشد الطلاب عن أضرار المخدرات. يقوم السيد بوب بجولات تعليمية حول المدارس البريطانية. يقول السيد بوب بوضوح للطلاب البريطان، استهلاك الكثير من مشروب الطاقة سوف يسبب ألما في الصدر وصداعا. ويضيف السيد بوب المرشد في مجال المخدرات أن لهذا المشروب تأثيرا يتمثل في أنه يحوي كميات كبيرة من الكافيين مشابهة لكوب كبير من القهوة في العبوة الواحدة. والكافيين تعمل كمنبه ومنشط وترفع التعب، ولكن استهلاك الكثير منها سيعطيك صداع ويجعلك تحس بالقلق. والاستعمال الكثير أيضا لمشروب الطاقة مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة نبضات القلب. أما في بريطانيا، في خبر أوردته البي بي سي، هنالك مدرسة بريطانية منعت مشروب الطاقة الريد بول في ساحاتها تماما، يعني لا يباع في المدرسة ولا يحضر من خارج المدرسة ويشرب في المدرسة. تصور. ويورد الخبر أن المدرسة منعت مشروب الطاقة ريد بول بعد أن أبلغ العاملون في المدرسة أن تصرفات الطلاب ازدادت السيئة، يعني bad behaviors. ويورد الخبر أن نوعية أخرى مشهورة محلية من مشروبات الطاقة المحلية منعت من الاستهلاك في 630 مدرسة طلاب. بعد الفاصل نورد قصة مثيرة هي عن العلاقة بين مشروب الطاقة والفرنسيين. السلام عليكم. في خبر نشرته الأخبار الطبية اليوم، أن الشركة المصنعة لهذا المشروب وهي ريد بول ومنشأها النمسا تظلمت لدى المحكمة العليا الأوروبية لأن فرنسا ترفض بيع الريد بول. إذن شركة مشروب الطاقة رفعت قضية ضد الحكومة الفرنسية لدى المحكمة العليا الأوروبية.
لكن ردت المحكمة بالتالي: أن كل دولة لها الأحقية في منع أي منتج متى ما رأى العلماء أن المنتج خطر على صحة المواطنين. وتقوم شركة ريد بول الآن بتصنيع شراب مخصص لفرنسا خال من التأورين ومن الجلوكونار ألكتون. انتباه، هل في بلدك مشروب الطاقة خالي من التأورين ومن الجلوكونار ألكتون؟ إذن المحكمة الأوروبية أيدت حق فرنسا في منع مشروب الطاقة الريد بول على أراضيها. كان هذا في عام 2004. السؤال: متى سمحت فرنسا إدخال وليس بيع مشروب الطاقة المعدل على تركيبته على أراضيها؟ لاحظ هنالك فرق بين الإدخال والسماح. فقط في إبريل 2008 سمح دخول الريد بول مع تحفظ شديد، يعني أنتم بيعوه احنا مش سامحين ببيعه. برضو سمح بالإدخال على مضض وتحفظ. والكلام هنا لوكالة سلامة الغذاء الفرنسية. تقول وكالة سلامة الغذاء الفرنسية: نحن لم نسمح ببيع مشروب الطاقة في فرنسا، ولكن سمحنا بدخوله الأراضي الفرنسية لأنهم مضطرين، هناك معاهدات اتحاد أوروبي وهو يباع في بعض الدول، وأيضا لعدم كفاية الأدلة ضده. والسماح كان على مضض لأنه، لاحظوا كلمات وزير الصحة الفرنسية: إن فرنسا تراقب مشروب الطاقة ريد بول عن قرب، وعندما يكون لدينا دليل قطعي سوف نمنع بيعه داخل فرنسا. هذا كان الكلام لوزير الصحة الفرنسي. وفي صحيفة الدار اليومية الكويتية نقرأ المقال التالي: 3.5 مليار علبة تباع في 143 دولة العام الماضي. ريد بول لعنة جوانحها تؤدي إلى الموت. إذن لم تمنع، ونحن نقرأ من المقال: لم تمنع محاولات العديد من الدول التي رفضت استيراد مشروب الطاقة ريد بول الشركة المصنعة لهذا المشروب من بيع حوالي 3.5 مليار علبة معدنية أو قارورة في 143 دولة حول العالم في العام الماضي. وتحتوي علبة الريد بول المعدنية على 80 ملغرام من الكافيين، وقد حضرت في عدة دول. يقول المقال: في النرويج، في الأوروغواي، في الدنمارك، وأخيرا في مناطق مثل فرنسا وأيسلندا. وكانت الدول الأوروبية بدأت بدراسة أضرار المشروب بعد موت شاب إيرلندي عام 2000 عمره 18 سنة. تجرع 4 علب ريد بول قبل موته بساعات. ويتابع المقال: وفي حين أنه من الصعب التسويق لشراب لا يحتوي إلا على الماء والسكر ومواد أخرى لا نفع لها كالكافيين تضاف فقط للتسويق، فكمية السكر والكافيين عالية في مشروبات الطاقة وفي مشروب الريد بول خاصة، تعطي بعض النشاط الزائد وفي معدلات غير طبيعية في الساعات الأولى فقط، ولكنها تؤدي إلى نتائج عكسية وتصيب الجسم بعدها بالخمول. ولعل فنجان قهوة، ينصح المقال، يحتوي على الكافيين، وحبة فاكهة تحتوي على السكريات هي الحل الأمثل للحصول على الطاقة بعيدا عن لعنة جوانح الريد بول. وهكذا نكون أنهينا أعزائي المشاهدين الحلقة الأولى عن موضوع مشروبات الطاقة. نتابع الحلقة القادمة إن شاء الله ونكمل وللموضوع بقية. السلام عليكم.